لاحظنا في الأيام الماضية كثرة الكلام عن الأسلحة النووية وخطورتها على حياة البشرية، ولاحظنا أيضا الكثير من التحذيرات من استعمال هذه الأنواع من الأسلحة. فما هي القنبلة النووية؟ ومتى بدأ تصنيع القنبلة النووية؟ وما أنواعها؟ وما هي الأنظمة التي تطلق الصواريخ النووية؟ وما مصير البشرية إذا استعملت هذه القنبلة؟ تعتبر القنبلة النووية من بين الأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا، فهي مبنية على عمليات الانشطار والاندماج النووي، ونتيجة لهذه العملية تكون قوة انفجار قنبلة نووية صغيرة أكبر بكثير من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية، حيث إن بإمكان قنبلة نووية واحدة تدمير مدينة بأكملها. لذا تعتبر الأسلحة النووية أسلحة دمار شامل، ويخضع تصنيفها واستعمالها إلى ضوابط دولية خاصة. في أغسطس من عام 1945 أطلقت قنبلة نووية على مدينة هيروشيما اليابانية، وبعدها بثلاثة أيام فقط تم إطلاق القنبلة الثانية على مدينة ناكازاكي، وكانت في الحرب العالمية الثانية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوقعت أكثر من 120 ألف شخص معظمهم من المدنيين، كما أدت إلى مقتل ما يزيد عن ضعفي هذا الرقم في السنوات اللاحقة نتيجة التسمم الإشعاعي. وحتى وقتنا الحالي وقع ما يزيد على 2000 انفجار نووي، معظمها كانت تجريبية قامت بها الدول التي تملك هذه النوع من الأسلحة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة، الصين، باكستان، الهند، وكوريا الشمالية كوسيلة دفاعية واستراتيجية. متى بدأ تصنيع القنابل النووية؟ قصف هيروشيما كان ثاني تفجير نووي، حيث فجرت أول قنبلة نووية للاختبار في يونيو عام 1945 في صحراء ألاموكوردو الواقعة في ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة، حيث كللت هذه التجربة بالنجاح بعد سنين من العمل. وعرفت التجربة بمشروع مانهاتن، واعتبرت بمثابة ثورة في عالم المواد التجريبية. وتستمد القنبلة النووية طاقتها من نواة الذرة مبنية على عمليات الانشطار والاندماج النووي، فيما تسبب كمية صغيرة انفجار تصل قوته قوة انفجار يحدثه 500 طن من مادة التينتي. ما هي أنواع الأسلحة النووية؟ يوجد ثلاثة أنواع من الأسلحة. أولهم الأسلحة النووي الانشطارية، تكمن قوتها في عملية الانشطار النووي لعنصر ثقيل مثل اليورانيوم 235 والبلوتينيوم 239، حيث يتم تسليط حزمة من النوترونات على نواتها والتي تؤدي إلى انشطارها لعدة أجزاء، ويتم إجراؤها عادة في المفاعلات النووية. وهناك أيضا الأسلحة النووية الاندماجية، تكمن مصدر قوتها في عملية الاندماج النووي عندما تتحد أيون خفيفة الكتلة مثل عنصر الديتوريوم وعنصر الليثيوم لتكون عناصر أثقل من ناحية الكتلة، ويطلق على القنابل المصنعة بهذه الطريقة اسم القنابل الهيدروجينية أو القنابل النووية الحرارية. وأخيرا يوجد الأسلحة النووية التجميعية، تكمن فكرة هذا النوع من السلاح في تكوين ما يسمى بالكتلة الفوق حرجة، ويتم هذا بدمج كتلتين كل منهما كانت دون حرجة، ونتيجة الضغط الهائل عليهما تتكون كتلة كلية فوق الكتلة الحرجة وتنفجر القنبلة الذرية، وينتج عنها كميات هائلة من الحرارة والطاقة الحركية. ما هي الأنظمة التي تطلق الصواريخ النووية؟ لوضع القنبلة النووية في المكان المراد انفجاره تستعمل مجموعة من الأنظمة والوسائل، ومنها أولا القنابل الموجهة بتأثير الجاذبية، وهي من بين أقدم الوسائل التي استعملت في تاريخ الأسلحة النووية، حيث تقوم طائرات مصممة لهذا الغرض بإسقاط القنبل على الأهداف المطلوبة. ثانيا الصواريخ الموجهة، وهي صواريخ تتبع مسارا محددا
بسرعة تتراوح بين 1.1 و 1.3 كيلومتر في الثانية، وتنقسم إلى صواريخ قصيرة المدى ويصل مداها إلى أقل من 1000 كيلومتر، وأيضا صواريخ متوسطة المدى فيصل مداها إلى 3500 كيلومتر. أما الأخطر هي الصواريخ العابرة للقارات، والتي يصل مداها إلى أكثر من 3500 كيلومتر، وتستعمل في تحميل الرؤوس النووية، بينما تستعمل الصواريخ القصيرة المدى لأغراض هجومية في المعارك التقليدية. ويوجد أيضا أنظمة الصواريخ الجوالة، هذه النوع من الصواريخ تستعمل أداة إطلاق نفاثة تمكن الصاروخ من الطيران لمسافة بعيدة تقدر بآلاف الكيلومترات. وأخيرا الصواريخ ذات الرؤوس النووية الموجهة من الغواصات، وكان الاتحاد السوفياتي أول من نجح في إطلاق هذه الصواريخ عام 1955. وتتزايد المخاوف مؤخرا من استعمال هذه القنابل في ظل التوتر القائم بين الدول المتقدمة والتي تملك هذه الأسلحة، فهل مصير العالم بين أيادي آمنة، أم أن هناك من هو قادر على تعريض الملايين للخطر وتدمير البيئة الطبيعية للأجيال القادمة؟